السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع لقطات فورتنايت، فهذا المقطع مفروض ينزل في القناة الثانية، لكن راح انزل في هذه القناة. تخليني انزل هذا المقطع في هذه القناة الرئيسية واقول لكم ان عندي قناة ثانية حقت رياكشن نزلت فيها مقاطع كثير. اللي ما اشترك فيها يا ليت يشترك ويفعل زر التنبيهات. وقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك اذا عجبكم المقطع، واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين، اغلبكم ما اشترك. فمقطع اليوم يقول worst cheaters ever، يعني اغرب هاكات ممكن تشوفهم. راح نشوف الهاك حقهم ذا كيف انه غريب. على كلامه انه جيت باند، انه جاء باند، هل هو اخذ باند في المقطع هذا ولا صار شيء غريب؟ راح نشوف هذا المقطع وبسم الله خلونا نبدا. اوكي سوري. مع انه ما نواها لكن ضبطت معاه، ضبطت والله. جي جي والله. اوكي طيب، وين ضده؟ اوه تحته، هذا اسمه صوت. يرمي قنبله يسوي ريست للإدت ليه؟ اوكي اوه. والله جامدة والله. اوكي اوه طيح في البحر، حاطين انه كأنه نينجا مركب السكنات ورا. ستريو سنايبي. والله حلوة والله حلوة. اوكي يا ساتر، هذا ايمة عليه بالضبط. هيكون هو. اوه ثلاثة ثلاثة. يا اخي ضحكته كأنه ضحكة ابو كاب ولا. اوكي هذي قال بسوي حركة يقطع ام الاي كيو. والله اي كيو، والله ذكي والله ذكي. اوكي هذا كلهم معرقين، كلهم بنايات. ايش فيه؟ مع الانجباد يقول حطه. لو يحظه لا يحظه. لا 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 وش ذا؟ والله ذا ما داعي عليه ولا حد داعي عليه ولا ايش؟ ايش في القرش؟ والله معرق ذا القرش، قاعد يجيب العيد في العالم. اوكي هذا كيله خلاص، طق واحده يموت. اوه شال منوره ذي، يعني ما ركز طلقه بس اللي من الله. يا الله اوكي، يعني يا قرش يا طيارات، حل وسط ما في. يا الله يا ساتر، هذا بيكسر جدار عشان بس ياخذ طاقة خويه. لا والله لقم، والله لقم اللي ضده. اوكي ثلاثة ضدهم واحد، خلاه بيروح للنش. اوه على بالي انه بيصير في الجلتش يمشي بالسماشين. اللقطة طولت مرة. اوه طيحه طيحه، حلوه حلوه حلوه، مش بطاله. مع ان توقعت شيء افضل لانه ثلاث ضد واحد، لكن not too bad. اوه يا الرياكشن السريع، والله عطاه رياكشن يا ساتر، وقلب عليه وفاز في الجيم. يا ساتر الرياكشن، والله لو انا بنسى معي جرابلر صراحه هذا يعني. ولا يو والله كادت كادت كادت. اوكي هذا قاعد يسوي ادت على وشه. هاي شلون دخل فخ عنده؟ ايش فيه؟ هذا مضيع اللي ضده ما يدري وينه. اوكي صح عليه، والله صح عليه. اللي ضده غبي من ناحيه انه قاعد يلحق زي كذا على عماها، لكن عطاه لقطه خرافيه. طيب اوه طاقه اخوياه قاعد يقول له تاك تاك تاك.
دمج نفسه. اوكي بيلحق بطاقة الاولى قبل ما تروح جزمة الثانية او ثانية. اوكي بطاقة خوية الثانية بتروح دينجر. بقي خوية الثالث سودت الحق ايزي والله ايزي حق لها كل البطاقات الثلاثة. والله مش ايش صار؟ شو صقع زي كذا وليش ما يبني اصلا يعني خلاص. ايه يا كمان اهدى اهدى رقصها في اللحظة اللي تغير فيها. اوكي اوه هذه اللي بدون اسلحة. الى خمسة يا ساتر. لمين والله فاز. الى خمسة المفروض يموت بس فاز ما ادري شلون. اوكي جوا البتات اتوقع. ايش فيه ايش فيه طلقة كنا تحتهم. والله شال اثنين بطلقة يا ساتر. اوكي هذا حطني سكاي بيس ما ادري ايش وضعهم. اوه جاي من وراه. يجي يا ساتر. اوكي مع طلقة لانشر واحدة. مع انها كانت قريبة لكن اعطاها حبة 360 او 180 مو 360 يعني بس مش بطالة. كانت قصيلة. ايش في؟ وش ذا؟ اللهم سكنهم وساكنهم. شلون قصيلة زي كذا؟ قاعد ينقص 20 20 20. ايش في؟ والله لقطة عادية جدا يعني بس دمج سبعة. لا بيموت. اوف. من انت مع جرابلر والله. هي لثلاثة. اللي ضده مضيع مصدق. هي لثلاثة بس. اي لمسة للزونة يطقه بيموت. اوكي. يا حظاه لقم 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 لقم. والله لو الكلاسي افضل. الموية خربت كل شيء. حركة الموية خربت وزنية المتكت كل شيء. اوكي. هذا بالهاربن واللي ضده ناشب. اوه والله خش عنده خشة جامدة. والله خشة جامدة. كان في واحد جوا. اي والله في واحد جوا. شوف كلهم مجمعين الشتجن ما يبغوا يفكون. اوه القرش جاء في وقته. القرش جاء في وقته ذا مجهز مجهز مرة. اوكي اوه ذا ب 16 وهذا الاخير. والله حشرة حشرة. واضح انه معرق يا رجل. واضح انه معرق مرة. شوف اللهم سكنهم سكنهم. هلا بي هلا بي تريك شوت يا ساتر. وات اقسم بالله مو بطبيعي ذا مو بطبيعي. لو دروب هذا دروب. ايش فيه دروب؟ وين الاسلحة؟ وين المدكت؟ وين اي شيء يعطونا؟ اوكي اللي ضدهم ناشب. اوه بس حركة ذا الله لعله جاب العيد. سيجيب الحين بيموت 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 بيموت. مات وقتله هيد شوت. حظه مخيس والله حظه مخيس. يا ساتر ما معاهير ولا شيء. شال الاول وشال الثاني وشال الثالث بقى الرابع. بقى الرابع يلا واحد. يا ساتر
فبس هاي كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك، واشتركوا في قناتي الثانيه حقت الرياكشن تحت في الديسكربشن، باذن الله اني بنزل فيها اكثر، وهذه المقاطع الرياكشن ما راح تنزل في القناه الرئيسيه الا بين فتره وفتره تذكيرا في القناه الثانيه. فيعطيكم العافيه على المشاهده، وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع، ونراكم على خير، في امان الله، سلام.